كابتن ماهر، مباراه شهيره، مباراه 4-2، انت كنت واحد من اللعيبه اللي كانوا موجودين في المباراه دي. مباراه كاس مصر اسامه 4-2 دي مباراه غريبه الشكل. احنا خسرنا الدوري بالجول الاعتباري. جول اعتباري اللي كل الناس عارفاه في الاسماعيليه. الزمالك كسب 2-0 واحنا كسبنا المحله اخر مباراه 4. لو كنا كسبنا 5 كنا خدنا الدوري. فطبعا الجول الخامس ده يعني كان ليه حكايه في المباراه ديت. معانا دلوقتي انت بتتكلم الاهداف بتاعت مباراه الاهلي والزمالك. فكان عندنا مشكله يا سما ان الكابتن محمود الخطيب مش موجود في التشكيله هو وطاهر الشيخ. ايوه دي كانت المفاجاه وقتها. المفاجاه صراحه يعني، حتى احنا كمان احنا لما ما كناش عارفين الراجل خواجه مخبينا ايه ابن الايه ده الدكوتي. فكان مخبي الاثنين اللعيبه دول. طاهر كان عنده جزء بسيط في انكل رجله وكان واخد راحه يمكن 3-4 ايام. قال له هات لبسك وتعالى معانا. كابتن محمود الخطيب كان برضك بيشتكي من حاجه بسيطه، قال له ايه هات لبسك وتعالى معانا. هو الوحيد اللي كان عارف هو والثنائي كابتن محمود الخطيب وطاهر الشيخ. كمان لما تأثرنا في المباراه وكنا خسرين 2-1 الراجل عمل تغييرين احنا فوجئنا بيهم يعني. كابتن الخطيب بيسخن وطاهر الشيخ الله مش موجودين في التشكيل. فطبعا كانت مفاجاه بالنسبه لنا بشكل كبير، وهم نزلوا فعلا عملوا لنا فارق في النتيجه. عايز اقول لك يمكن الكابتن محمد لطيف كان مذيع المباراه فقال لك النهارده الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس. يعني حتى كمان ادانا الدوري، حسب لنا الدوري على اساس ان احنا ظلمنا فيه يعني. فكانت اسامة مباراه من المباريات التقيله قوي. وبعدين عايز اقول لك النجوم اللي كانوا موجودين كانوا الاحمر والابيض حاجه اسماء يعني مرعبه. ابو مسلم بيقول لك انا كنت بحضر، انا كنت بحضر في مباراه الاهلي والزمالك اسامة قبلها بثلاث ايام. هتلعب على مين؟ على علي خليل، اسرع مهاجم في 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 نادي الزمالك وفي منتخب مصر وفي العالم العربي. بتلعب ضد حسن شحاته اكتر واحد بيروح له الجول. بتلعب ضد فاروق جعفر امكر لعيب في نص الملعب. في نفس المقابل هنا وهنا عندك صفوت عبد الحليم صانع العاب حاجه خطيره، كابتن محمود الخطيب سكورر على اعلى مستوى، مصطفى عبده اسرع جناح. فالقصه كانت فعلا يعني نجوم ليها باع كبير جدا وليها اسماء كبيره جدا. وفي نفس الوقت اسامه خد بالك هجمه هنا وهجمه هنا. يعني ال 100,000 اللي موجودين 50 من الزملكاويه 50 من الاهلاويه مستمتعين جدا جدا باللقاء. فرقتين نجوم كبار هنا وهنا حاجه يعني، وكمان مستمتع بالمعلقين الاجواء الجماهير.